بيضاوي وساعات بيسموه الاوفل، وده الشكل الهارت شيب. في حقيقة الأمر في أشكال كتير من الوجه، من ضمنهم الشكل الدايموند، ده اسمه دايموند شيب، ده بنسميه تريانجل، تريانجل يعني مثلث. وفي العكس ده الانفيرتد تريانجل، وخدوا بالكم التريانجل ده بيدي إيحاء بكبر السن. فاكرين الصورة بتاعت البنت والأم، المثلث والمثلث المقلوب، ده الدائري، ده المستطيل. هو قريب شوية من البيضاوي، بس البيضاوي أعرض سنة، المستطيل هتلاقيها فعلا وشها طويل طول، وهتلاقي أكيد عندها نحافة في منطقة الخدود ومنطقة ما تحت الخدود. خدي بالك كل شكل من دوت لما تيجي تعملي فيه تغيير شامل هو بيقول لك اعملي فيه ايه. يعني هديكي مثال، تعالي للشكل ده، هي بتجيلك اوريدي تقول لك انا فيه ايه، انا عاوز اغير شكل، انا مش عاجبني الشكل ده، مش عاجبني الانكسارات الكتيره اللي في وشي. هتخشي هتحاولي تحوليها للبيضاوي او للدائري. دايما اللي عندها انجلز